الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم نبهنا الناظم على مسألة مهمة، وهي أن ولاة الأمر ينقسمون إلى قسمين، إلى أمراء وإلى علماء، فقال: وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء. فاعتبر الناظم العلماء من ولاة الأمر، وهذا حق قد دل عليه القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الذي يستنبط الأحكام الشرعية؟ هم العلماء. فوصف الله عز وجل العلماء بأنهم ولاة الأمر. فإذا قيل لك: من ولاة الأمر؟ إذا ورد ذكرهم في الأدلة فقل: هم صنفان، العلماء والأمراء. فالعلماء هم ولاة الأمر في بيان الأحكام والدعوة إلى الله عز وجل والدلالة على الشرع والصراط المستقيم، والأمراء هم ولاة الأمر في تنفيذ الأحكام وحماية الأمن والدفاع عن أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم. هكذا تقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى.